أيها اللبنانيون، هل أنتم على استعداد للوقوع في الظلام الشامل والغرق في العتمة؟ الدولة لن تخيب ظنكم على ما يبدو، وتصريح وزير الطاقة لم يكن عبثياً أبداً. بالمستقبل القريب مش لح تقدر تعطي كهرباء لا من المولدات ولا من مؤسسة كهرباء لبنان. تخيل عيشتك بلا كهرباء. المجلس الدستوري أوقف مفعول قانون منح مؤسسة كهرباء لبنان سلفة بقيمة 200 مليون دولار لشراء الفيول للاستمرار بالتغذية، ما سيدخل لبنان مرحلة من العتمة شبه الشاملة مع مشارف فصل الصيف، ما قد يؤدي إلى انفجار اجتماعي كبير. عم نتجه على كارثة، انقطاع كلي للكهرباء من قبل الدولة اللبنانية، وبالتالي اتكالنا على الموتورات، وما أدراكم من سعر المازوت ومن احتكار الشركات الموتورات للكهرباء وإذلال المواطنين بالأيام المقبلة والشهور المقبلة. تعليق المجلس الدستوري تنفيذ القانون ريثما يصدر القرار النهائي بشأنه، يعني عمليا لا محروقات لمعامل الإنتاج، وانخفاض إنتاجها على كامل الأراضي اللبنانية إلى أقل من 270 ميجاوات من أصل 1900 ميجاوات، ما سيوصلنا إلى الظلمة، خصوصاً مع تشديد أصحاب المولدات الخاصة على عدم قدرتهم على تغطية الانقطاع التام للتيار الكهربائي. عندنا شغلة تانية واللي هي أخطر والأكبر من هذه، عم نسمع بقصة رفع دعم عن المازوت عن المحروقات. أنا هون بحذر، اوعى تدعروا موضوع، اوعى ترفعوا الدعم عن المحروقات، لأنه هيدي بتكونوا عم تعملوا زلزال وكارثة اجتماعية. والأخطر من ذلك هو لائحة مواعيد إقفال المعامل التي زود بها وزير الطاقة بعض النواب، وهي على الشكل الآتي: معمل الذوق سيتوقف عن العمل في 18/5/2021، أما معمل الجية ففي 8/6، والزهراني في 13/6، ومعمل دير عمار في 2/6، أما الباخرتان فاطمة جول وأرهان فستتوقفان عن العمل في القسم الأخير من شهر 5 أيضاً. نحن نتوقع أنه الأيام المقبلة سوف تكون سيئة، والأشهر المقبلة كمان سوف تكون سيئة إذا ما وصلنا لحلول جذرية، وطبعاً إذا ما صار في حكومة وهالحكومة قدرت تحط هالبلد على السكة، سكة النهوض الاقتصادي. وبين هذا وذاك يضاف إلى هموم اللبنانيين اليوم هم إضافي، وهو العودة إلى الشمعة والفانوس والظلمة، ومع هكذا مسؤولين إلى العتمة وإلى السوداوية در